زلزال، برغم مجهودهم اللي عملوه في اول حلقه عشان يخلوا كل الحاجات في الحلقه من سنه 92 زي شريط محمد منير، وازاي الناس الكبار كانوا بيستهيفوه وكان بيتعامل في الوقت ده معامله تامر حسني، او العشرة جنيه القديمه، او البسكوتات اللي كانت في المحل، او اللبس، لكن كل ده باظ لما عربيه عدت في الاتجاه التاني وبانت انها عربيه عصريه. مسلسل بروفا الفيديو شغال بس من تحت واقف، واللي بيتحرك هو اللودينج. شقة فيصل مع ان اخوه بس بيقول له يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي عرفتك فيه. زلزال والخطأ ده اللي قاله لنا صديقنا جلال فوزي، وهو انهم لما بيركبوا الميكروباص بيبقى لونه ابيض، وفي السكة برضه بيبقى لونه ابيض، لكن لما بينزلوا منه بيبقى لونه احمر. شقة فيصل الحبل اللي متكتب بيه واضح ان هو محطوط بس على كتافه ويقدر يشيله بسهولة، ولما بيجوا فوقهم من تكتيفة الحبل بيشيلوه زي ما هو من عليه بسهولة. صلاح عبد الله بيبتدي يضحك بس بيمسك نفسه من الضحك. هوني على ايه؟ والله عبد انا ما عارف اقول لك ايه، يعني الراجل على قد حالي. شقة فيصل كريم محمود عبد العزيز برضه بيمسك نفسه من الضحك بالعافيه، وبيبان ان هو بيضحك. من خير علي تلحمك بشحمك بعظمك بربسك ده. دي الاخطاء اللي انا خدت بالي منها، لو انتوا كمان خدتوا بالكم من الاخطاء او ليكوا راي في الاخطاء اللي انا قلت عليها يا ريت تسيبوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مره ليكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده اللي بعملها، عشان لسه في فيديوهات تانية على الاخطاء بتاعه مسلسلات رمضان. شكرا للمشاهده، كل سنه وانتم طيبين.